موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدموا كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم الحلقه 13، اتوقع انه 13. اليوم جايب لكم طريق للقمه. صراحه شكرا لكم على الدعم والكلام الرهيب اللي صار في الحلقه اللي راحت. ماني حاليا دايموند 3 ديفجن 3، فباذن الله ما راح انهي الحلقه الا وانا داخل تشامبيون باذن الله، عاد اذا صار معنا ناس كويسين يعني. فقبل ما نبدا المقطع تنسون زر لايك واشتركوا بالقناة كنتم مشتركين. ولا تنسون اي احد يبغى يشتري اغراض من روكت ليج، موقع روكت ليج اكستشينج تحت في الوصف. وشكرا لكم اللي تستخدمون كود ايتم شوب بعد في اس ال، نفس الكود حق روكت ليج اكستشينج في الايتم شوب، او روكت ليج اكستشينج او الايتم شوب كلها في اس ال. يلا يا خوي يا رب. كويس اني ما صديتها عشان ما يصير هذا. اوكي روح يالك يا والله خوينا صامل. كفو مع انه مصدموه وما ادري ايش سووه. روح يا خوي والله كفو، خلاني اجيب الهدف والله خلاني اجيب يا اخي. باذن الله انه يكون يكمل كذا يعني مره كويس وكذا حركات يا رب. يو تكفى، انا ما بتكرش معهم يا عيني يا خوي والله اسطوره. نايس يا شيخ نايس، طلع على طول صاير. اوكي روح نايس شوت يا عيني. الحين اطلع لك بالمرصاد، صدم خوي. ها اصدم، خذ راحتك خذ راحتك. نشبت النشبه هنا حتى ما طقيت يعني، انا ابغى ابلك. نايس جيم يا رب رنكب. لا تكفى خوي نايس نايس، لو تكمل على كذا. يوه اعذروني اذا الكاميرا مختلفه، اني مركب عدسه ثانيه لفتره معينه بعدين برجع العدسه ذيك اللي ما توضح شيء وراي. يا ساتر الشوطه، تكفى خوي اوزون. خوينا ما ادري ايش كان يسوي والله. خوينا ايش كانت تسوي؟ ايوه طقيت كمل يا خوي. نايس، الفكر يلعب هنا الفكر. شوف كيف اوب ما قدر يسوي شيء خلاص. اما التبليك في نجاح. الله يا ما ادري ايش صار هنا، ما ادري ايش صار. لا اخي ما هو كلهم طق الكره مع بعض. جي جي والله جي جي. تكفى يا خوي يا عيني يا اسطوره. لا يا اخي حرام عليكم والله جي جي. ابغى اجيب جول رابع يا اخي، برفع سكوري شوي. انا خوينا ما قصر صراحه. للحين دايموند اي دايموند 3 ليش خلاص. لا يا خوي تكفى، ايش تسوي؟ ماخذ البوست. يوه اشوه على بالي عارضه، والله ان على بالي عارضه. يا ساتر يا رب خوينا ما يجيب العيد يا رب. يعني ايوه ما اعطاني اياه عندي. يا ساتر يا عيال، اول مره احس اني لعيب الدريبل. شوف كيف وزنت الكورة بعد. يا ساتر، مع ان الشوطة خايسة جدا، الشوطة خايسة بس ملت ولا لا؟ نويس. لا والله حرام. يو يا سيف. ياو نص قار والله قار، كانت قريبة مرة. تكفى يا خوي. اوكي نايس جريت باس. تكفى لا تقول لي جول. تكفى شوت، وش الشوت حرام. تكفى شوت يا اخي لا تفرق.
تك روح يا عيني. نشوت اخيرا اخيرا فاهم شيء سوى شيء. الله لمسه يا ساتر. لا ايوه اوكي. لا تكفى لا تستهبل اشوى والله اني على بحاجه المرمى والله. يجي هنا عندي طقه ثم رجعت فعشان كذا لخمت انا. في ما في ما في تخت ما في. روح يا خوي. نشوت نشوت يا عيني يا خوي يا عيني يا خوي. اوكي يا لو جاء الدبل والله قهر سني طرت بزياده. ايش تسوي وات عيني؟ والله يا بلوكات خوينا ذا ما ادري ايش وضعه. والله ما ادري ايش وضعه يا ساتر. بلوك وش ذا يو يا بلوك. حلوه نايس يا عيني كلكليت يقول والله اسطوره. في البدايه قاعد يهوش الكور كثير استفدت هذه بس اوكي امشي لنا فوز دائما يا رب ديفجن 4 يا رب. انسحبين وفوز حرام ما يجينا ديفجن 4. ايش في كم مره نفوز عشان ذا خوينا الله هدي يعني ما يركز الشوت على المرمى يعني قاعد اعطيه كور لو يشوت على المرمى خلاص جول. اوكي طلع يلا خلينا نسوي فورفيت خاربه خاربه يعني ما ودي يجينا ديفجن. والله شكله اذا وصلنا ديفجن 4 راح ننهي الحلقه. الشامبيون مطول والله على بالي انه بيخلص على طول بيجينا على طول. ثلاث فوزات ما جانا انسحبين فوز وراهم حلوه. شوت جولك اصل عليك نايس شوت. والله بغيت اخرب عليه زاويته افضل بعد. اوكي الصمله يا ساتر. الضوء الهدف ها هذا شكل عربي ابي تو والله. اياد الكوره والله بس قلت خلني اكمل بوست للاخير ليه ما خلص. والله انا احبك بعد. شوت الله عليه. الله سوري يعني ما لي الا كذا عشان جيب هدف خلاص نرتاح. يجي ويل بليد والله خلينا نشوف الرانك ما له داعي ما يرفعونا خلاص. اف جي 3 متى؟ مديك يا خوي عدل بدل نايس شوت والله نايس يا نكست 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 اللي هو ترى ما ادري شو اسمك صراحه بس شكرا والله. يا رب هالجيم فوز نروح للديفجن 4 تكفون تعبت. تكفى خوي يا عيني يا عيني يا اسطوره نايس الشوته. نايس هذا سريع هذا سريع مره. هو الجيم اقسم بالله متعب متعب. تكفون اعطوني تشامبيون عاد. اوكي مو بتشامبيون الجيم اللي بعده لو فزنا عاد. والله ما ادري متى بيرفعوني للتشامبيون. نكملها جيم نشوف شو الوضع نطول. والله ما جانا جي جي راح ننهي الحلقه يعني قاعدين 40 دقيقه 45 دقيقه وانا نلعب. ريت باس والله نايس كلوز. شوف البول تشيس ليه؟ كنت اقول لك قبل شوي اخر جيم بس نلعب الحين نشوف. انا ودي اثبت رانك على الفور يعني ديفجن فور قبل شوي هجلت ام الرانك. نايس شوت نايس شوت هذا اللي فهمني يا شيخ. تكفى اكمل عليك كذا يا ساتر. والله بغيت تجي نقش والله اعطاني باس جامد اقسم بالله جامد. فاهمك انا ابوي طلعت حره الجيم اللي قبل شوي اللي يغبن يا ساتر. تكفى يا خوي يا بوس يا خوي تكفى. الله عليك يا خوي والله جربهم. هو نفسه بيشوت بس كذا هوش تهويشه
يا ساتر. يجي والبليد يا رب يرجعون الرانك نفسه. طيب بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله مقطع عجبكم. عد المقدمه يعني ما كانت فيس كام الحاله زي كذا، لان الكام يعني مثل ما تشوفون مو زي قبل، فبضبط اعدادات وبجيب عدسه والزبده ليه ما نضبط، لان الغرفه حولي يعني حوسه، فما اقدر اني اوريكم كل شيء. الكام ديك كانت تعزل الاشياء اللي حولك. ف يعطيكم العافية على المشاهدة، إن شاء الله استمتعتوا. ما أدري إيش أقول لكم، الجيم ذا قهرني صراحة، لكن بدعت في هذا المقطع، والله بدعت. الحلقة الجاية إن شاء الله إلى الشامبيون. يعطيكم العافية، نشوفكم على خير، سلام.